حياكم الله معانا، ومثل ما شفتوا البرومو هذا فعلا تشويقي علشان نتعرف اكثر على البرنامج المنوع اللي راح يعرض خلال شهر رمضان المبارك ان شاء الله عبر شاشه تلفزيون الكويت. معنا الحين هالاتصال من النجم بشار الشطي. مساك الله بالخير بشار، نو حياك الله. هلا وغلا، هلا غاده، شلونك؟ يا هلا ومرحبا، وكل عام وانتم بخير ومبارك عليك الشهر. الله يسلمك، وسعيد بسماع صوتكم صراحة، كان ودي أكون مباركة معاكم حبيبي. الله يسلمك، سعادتك أبرك، وشرفني أني أكون معاكم، بس لانشغالي وارتباطي في أوبريت ربلة ذهب اللي حق عن قدمه بلا. هذا اللي والله حال أنه ما أكون معاكم، ولا تزيدوني وتشرفوني، ومبارك عليكم الشهر مقدما عليك. تبارك يا بشار، الله يطول لي بعمرك ويخليك بشار. قبل ان نحكي عن من القلب، خلنا ايضا ابارك لك نجاح اوبريت قصه وطن، انت احد المساهمين وواحد المبدعين في هذه الاوبريت، فجزاكم الله على هذا الجهود. الله يسلمك، طول لي بعمرك، مشكور وما قصرت. حياك من القلب للقلب، برنامج من القلب، عطني أجواء وأنا أخوك. يلا فضفض لنا الحين، قول لنا. أنا سمعت تو البرومو وقلبي قام يدق بكر رمضان شوي. والله شوف، برنامج من القلب يمكن أنا مختصرة بالبرومو، هو يعني الفكرة منه دائما الكلام القلب يوصل القلب. هذا البرنامج، أو والله شوف أنا ما راح أشبه برنامج، أحس أن الجمهور راح يحضرون كأنه شورت موفي في كل حلقة وكل ضيف، يعني الطابع شلون طارحين الحلقة، شلون مسوين الحلقة، شلون إخراج الحلقة نفسها، راح تحس كأنها شورت موفي صغير. يعني البرنامج فيه وايد فقرات نشوف فيها الضيوف على مختلف يعني الأنواع والمجالات والشخصيات، يعني نشوف الجانب الإنساني بشكل فعلا ما نشاف من قبل. اللي أقدر أقول لك إياه باختصار أن أنا يوني تقريبا 30-31 ضيف، بتشيت 30 واحد، واحد ما قدرت عليه للأسف. زين، كل اللي يوني طلعوا معهم كلينكس يعني، بس يعني بشي زين يعني. لا بس لا تبتشينا بشار. كان شي زين يعني، بس أنه لأن كنا نتكلم من القلب، يمكن كان الحس عالي وحاضر من الجميع الكرام اللي حضروا لي على مختلف مسمياتهم، مع حفظ ألقابهم جميعا. يعني إن شاء الله راح تشوفون برنامج قريب من القلب وخفيف على القلب، في سوالف ما انقالت من قبل، في أسرار ما انقالت من قبل، وكلها بشيء إيجابي يعني. أكيد. وأكيد أشكر كل اللي قاموا على البرنامج، أشكر تلفزيون الكويت على ثقتهم، أشكرهم على دعمهم، على كل كافة التسهيلات اللي إحنا قدرنا نحصلها عشان يظهر إن شاء الله بإذن الله البرنامج بالصورة اللي تليق بالمشاهد اللي يشاهد تلفزيون الكويت إن شاء الله. إن شاء الله، وهذا اللي تعودنا عليك أكيد، أنك دائما تقدم البرامج والأعمال اللي تكون ناجحة وقريبة من المشاهد. الله يسلمك. عندك أي كلمة أخيرة تبي تختم فيها هالاتصال، تشوق الناس مثلا على أسماء ضيوفك؟ عطنا عطنا اسمين بشار. والله شوفوا مهم نفس الشيء، اتوقع مانعين ان انا اقول، ولا تشوفون. والله راح تشوفون يعني اي شخص راح تشوفونه، صدقوني راح تشوفونه، يعني هذا يعني وعد، راح تشوفونه من جانب ما نشاف من قبل، وبشكل مختلف. ونوعدكم ان شاء الله باذن الله في 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 برنامج فعلا راح يكون من القلب ويوصل لقلوبكم باذن الله تعالى. إن شاء الله. انت مبدع يا بشار، شنو ما تقدم يشهد الله، هذه والله ما هي مجامله، وصف حقيقي لشخصك الكريم. اخوي انت بعد، عسى ربي يحفظك، انت اساتذه والله، طول لي عمرك بشار الشطي. شكرا جزيلا لك يا بشار، وموفق ان شاء الله الجميع ان شاء الله. شكرا شكرا لك. من القلب احنا قاعدين نوصل الى قفال بانوراما. نعم، يبدو أن برامج المسابقات أيضا عديدة ومتنوعة عندنا في شاشة التلفزيون الكويت في شهر رمضان. أي، وإحنا يمكن ذكريات عدد كبير من المشاهدين اللي كانوا وقتها يعني صغار بالعمر، ارتبط مع فكر واربح. الحين شو عندنا؟ الحين نبي نسوي أيضا ذكريات جديدة مع جرب واربح. نرجع لكم بعد الفاصل. مرة مع الزميل منه بيكون؟ علي حسن. علي حسن، حيا الله علي حسن.